أهلا وسهلا مرة أخرى. شكرا لك. عرف مرحبا لقناة الشروق الإخبارية التلفزيونية مصدر الأخبار الرائد والموثوق به في المملكة العربية السعودية وخارجها. شكرا. عرفينا بنفسك. أنا روبوت أسترو، أول موظف خدمة عملاء لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية. أنا أتكلم 96 لغة وأعمل ب121 برنامج ذكاء اصطناعي وأقدم الإرشادات للحجاج. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. لقد كان من دواعي سرور التحدث معك حقا. أمل أن نتحدث مرة أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الروبوت الجديد الذي أدخل على وزارة الدفاع المدني، يسهل على الحجاج التعرف على نسكهم ومناسكهم وإجراءات تنقل ضيوف الرحمن عبر المشاعر المقدسة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كنا معكم في هذا القسم، قسم الدفاع المدني، وطبعا عرفناكم بأهم النشاطات التي يقدمها هذا القسم لضيوف الرحمن.